أخي تدابير الله عجيبة، تتأملها كذا والله تتعجب، تقول سبحان المدبر. يقول الحق سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. شوف في قصة يوسف، من كان يظن أن قميصا كان سببا لتبرئته؟ من كان يظن أن قافلة تتيه في الصحراء فتكون سببا لخروجه من البئر؟ من كان يظن أن رؤيا يراها الملك فتكون سببا لخروجه من السجن؟ من كان يظن؟ لا إله إلا الله. شوف، إذا أحبك الله داهمتك ألطافه من المكان الغير متوقع.